واقع السرديات ومستقبلها في التجربة العربية واسم لمؤتمر سرديات واكشوط 2021 المنظم من طرف وحدة السرديات وتحليل الخطاب بمدرسة الدكتوراه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية وتحت إشراف وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي آمال سيد محمد ولي الشيخ عبد الله. رئيس جامعة واكشوط العصرية سعد بوه كمرة قال إن الهدف الرئيسي من تنظيم هذا المؤتمر العلمي وتعزيز التعاون بين جامعة واكشوط العصرية ومديلاتها العربية في حقل الآداب والعلوم الإنسانية. أيها السيدات والسادة، إن الهدف من تنظيم هذا المؤتمر العلمي الأول من نوعه في موريتانيا الذي ينظم تحت عنوان واقع السرديات ومستقبلها في التجربة العربية هو تعزيز التعاون بين جامعتنا ومحيطها العربي في مجال الآداب والعلوم الإنسانية وتعميق التبادل الثقافي بين الأساتذة ونظرائهم في الجامعات العربية العريقة. عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية أباي محمد الراضي قال في كلمة ألقاها بالمناسبة إن كليته أطلقت جملة من الإصلاحات وتبنت مقاربات جديدة بهدف التكيف مع إكراهات التطور الصناعي والتقني الذي يشهده العالم حاليا. وإدراكا منا لهذه الحقيقة فقد أطلقت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة واكشوط العصرية جملة من الإصلاحات بهدف التكيف مع إكراهات التطور الصناعي والتقني الذي يشهده العالم في الوقت الحاضر والإسهام الفعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد. وسعيًا لبلوغ هذا الهدف فقد تبنت الكلية مقاربات جديدة للتكوين والبحث العلمي من شأنها إعطاء الإجابات الفكرية والثقافية والاجتماعية الناجمة الناجعة التي تسهم في إعداد الكثير إعداد الكادر البشري الصالح المؤهل لخدمة بلاده بكل جد وإخلاص. الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحمد والعداه اختيره أكد على المكانة التي يحتلها البحث العلمي في سياسة قطاعه مشيدا بتنظيم مثل هكذا مؤتمر ومشددا على أن العطاء في ميدان البحث العلمي سيبقى مستمرا. المؤتمر سيتضمن 6 جلسات على مدى أيام 3 ستغوص بحثا وتحليلا حسب القائمين عليه في مواضيع تتناول السرديات بمختلف أنواعها في التجربة العربية ويشارك في الملتقى ممثلون عن 10 جامعات عربية.